أما أهل الأحواز فأقول حياكم الله وبياكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد على الخير خطاكم، وأن يرفع عنكم هذه الغمة، وأن يحرر بلادكم من هذا الاستعمار الذي تعيشونه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر فيهم الخير، وأن ينشر الأمان في بلدهم، وأن يرفع عنهم الضيم الذي يعيشونه اليوم. فهي يعني كما هو معلوم يعني نفط إيران أغلبه في الأحواز، وهم لا يستفيدون منه شيئا. فأسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد، وأسأل الله اللهم تبارك آمين. وتعالى يسدد أمورهم ويسرها. نعم، اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم حياكم وأطال الله في عمركم على وتقبل الله منا طاعته، ومنكم. على طاعته. اللهم آمين. اللهم آمين. آمين.